يا الله. السلام عليكم شباب، فيديو جديد من ديب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب خلونا لايك على هذا الفيديو، اللي ما مشترك خليه يشترك، وشباب أهم شيء تفعلون زر الجرس حتى يوصل لك الإشعار أول بأول. ما أريد أطول عليكم أكثر، خلونا نبلش حلقتنا مال اليوم. شباب بس أكو موضوع قبل لا نبلش، رد أسولف عليه موضوع بسيط، تحملوني شوية على مود أنا وعلي، لأن صراحة هواي جاي تجينا رسائل وهواي جاي يعلقون لي على هذا الموضوع بخصوص الحمام الملكي. هو يقولون عندنا حمام ملكي، عندنا زوجين ثلاثة أو زوج ما جاي ينتج، شنو السبب؟ شباب الصراحة أنا ما أعرف شنو السبب، لأن الحمام الملكي هواي أسباب يخليه ما ينتج، لازم أنت تعرف شنو السبب مو أني. الحمام الملكي يحتاج شمس، يعني شمس أقل شيء يكون فد 3 ساعات باليوم تلوحه شمس مباشرة، يعني أقل شيء يراد له هدوء، يعني يكون يم هدوء، يعني مو يم حركة، يعني مع العائلة أو مع الأطفال، يما بزازين يما صوت عالي، هذا يمكن يعني يخلينا يخاف وما يستقر الحمام الملكي. الشغلة الثالثة، الحمام الملكي شوية يعني الغشيم، يعني شوي التمييز مالته صعب عليه. مثلا جايب 2 نساية فعباله زوج ما يبيضن، او 2 فحلة ما يبيضن وعباله زوج. طبعا الحمام الملكي حتى اذا 2 نساية 2 فحلة يصير عليهم، يعني شلون كانن متزوجات حتى يتقربن ويعني يتفالن هيك، يعني كحركات ما تزاوج بس انه ما زوجات. الحمام الملكي بهاي الميزة، فانت مو عبالك يعني شفت 2 قريبات عبالك متزوجات. فرأيت تنوع على الموضوع، مو أنا اللي أعرف السبب، لازم أنت تعرف شنو السبب. لازم يما هدوء مثل ما ذكرت وشمس تلوحة، ولازم تتأكد من عتم طيرة فحل، إن هذني أهم شيء، أهم شيء إن هذني. وبالإضافة إذا ردت يعني مثلا متأكد من عتم طيرة فحل وموفر كل الظروف إلهن وما ينتج، تقدر تطين مثلا محفز طبيعي، يعني مو محفز جيبه كيميائي. المحفز الطبيعي أنا استخدم الجرجير، يعني الجرجير جاي يطي كل أسبوع مرة او بالاسبوع مرتين مرات، فالانتاج خير من الله، الفحله كلهن يقرن. فهذا اللي يسالني هم دائما على التحفيز، الحمام الملكي مو بس الحمام الملكي، كل الطيور الجرجير مفيد لهم. فحبيت انوع على هاي الشغله، واعذرونا على اللي طولت عليكم، خلونا نبلش حلقتنا مال اليوم. بهذا الفيديو راح افتر على الاحشاش ونشوف ايش عندنا ما عندنا، يعني فتح احشاش. نشوف الاحشاش كلها شكل شيء نشوفه. بس قبل كل شيء اريد اشوف الغندور، صار هواي ما شايفه ما بلعبه، هسه شوي اللعبه وبعدين ناخذ لنا فر على الاحشاش. عندنا انتاج يعني زين، نشوفه ونشوف شكو ماكو. بس هذا البلبل طالع ما ادري به، هسه شفته هذا البلبل طالع. مشكلة ما ادري يعني طلع عن ذنبي. هذا هاي الخانة مالته، باب مالتها مسدود. المهم خليه نشوف والله الغندور. تعال 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 خلينا نبلش بأول عيش ونقول بسم الله.
طبعا هذا الفحل المشجر بسود زاوج عسلية، ما عندي إلا طيرة بيضات، هنا أربع بيضات أكو. خلي نفحص ويانا على مود الماشات. ها ما شاء الله هاي منقرة، حتى الماشات دا نذبها. هاي مكسورة خربانة، شوفوا مكسورة. هاي شادة، شوفوا هاي هم مكسورة، عبالي منقرة هم مكسورة. هاي هم خربانة هم مكسورة. شباب طبعا الطيور انا ادري بيهن، عندهن نقص كالسيوم لان صار فترة ما جايب لهن، فان شاء الله اجيب لهن. هذا سبب، والسبب الثاني جايب ايضا اكثر من طيرة بعش واحد. خلينا نشوف هذا العش الثاني، هذا ما بيه شيء. شوف هذا، هذا ثلاث بيضات. نفحصن على السريع، هاي شادة. هاي خربانة، صاير بيها انفجار دم. مكسورة منها هم. شوف شباب، ما قلت لكم عدت النقص كالسيوم كلش قوي صاير. هاي وهاي ما شادة مبينة، هاي ما شادة. يعني هسه هاي بس وحدة شادة وهاي وحدة شادة. خلي اطبكن بعش واحد على مود يبيضا من جديد. صار عندنا هنا بيضتين، شوفوا من شقد، من 8 بيضات ذني بس 2. هنا هذا عندنا العش مال الفناجس، بيضات 3 بيضات ما شاء الله. طبعا بعدها ما مكمله بيض وما فحصها هسه، بعدها ما شادات تعتقد. هنا ماكو شيء، بسم الله ما شاء الله. استوى مفقس هذا، هذا واحد مفقس وواحد منقر. شوفوا بعد حتى الدم ما يابس، سبحان الله. هذا عمر يعني ما صار له يعني دقائق، اشوفكم الحجم مالته، سبحان الله. هذا الحمام الملكي اول ما يفقس هو الصدفه حلوه. هذا العش اللي سويته بالفدلفات، ما ادري اذا بيشيلها. هاي بيضه مال فناجس، هو ما بيشي بس اكو بيضه هنا تشوفونها. شنو هاي؟ معقولة بيضات هواي؟ ما ادري، مو واضح عندي اكو شيء ورا، لان هذا قوة ثبت العش ما اريد اشيله. يلا هاي راح اشوف لها مكان واخليها هسه. خلينا نشوف، هذا هو العش، بسم الله. هاي اكو بيضة. خلي اجيب هاي البيضة هسه اخليها ويا هاي. هاي خليت البيضة الثانية وياها.
نعم ماكو شيء ماكو شيء بسم الله ما شاء الله اكو افراخ سبحان الله هذا الصغير هسه مفقس شوف هذا الكبار وهذا الصغير ما ادري هسه مفقس لو ما مزقوق ولا خلها طلع اشوفه والله كنا ما مزقوق مزقوق كلش قليل ما ادري شو كلش قليل مزقوق حبايتين دخن بس هذا لازم ازقه اني ازقه شويه لحد ما بس يشد وارجع وياهم بس هسه خلي ارجعه لا ما في شيء هنا اكو بيضة بيضة مدفونة بالريش اي بيضة واحدة بيضة واحدة بسم الله ما شاء الله هنا عندنا افراخ تقريبا اربعة هنا ماكو شيء هنا عندنا بيض هذا اذا تذكرون هذا العش بالفيديو الفات كانت بس بيضة واحدة وخليت وياها بيضة بعدها لحد الان بس بيضتين اعتقد هذا متروك العش نعوفه ونشوف هنا فار هنا ما شاء الله ما شاء الله اكو افراخ اكو اثنين افراخ هنا ماكو شيء عندنا هذا فرخ مال حمام الملكي هذا عسلي عندنا ماكو شيء هذا العش ما شفت بيه فنادس البارحة بس ماكو شيء ماكو شيء بعد ماكو شيء هاي كلها فارغ هذا هم فارغ